ده واخليه يبقى حريص انه يبقى معايا بالفكره اللي قلت لسيادتك عليها، ان انا اعمل هو لا ده سؤال، ده هرد على تذكره حضرتك موحده النهارده. ديت لغايه طول النهار. لا، ما هقول لحضرتك اللي جاي. ما انا مع حضرتك في كل الاسئله اللي حضرتك سالتها، انا سمعتك كويس خلاص. قوي، وحضرتك كل افكارك حقيقه جميله وبناءه جدا يا استاذ ابراهيم. نخش على الاعلانات الاول. زي ما احنا دايما بقول ان الاعلان على المترو، على التذكره في المترو، ما فيش حد بي بي ما بيجيبش خالص اي حاجه، ايوه، لان هو بتبقى معاه التذكره لمده ربع ساعه او ثلث ساعه. احنا عندنا المترو سريع قوي يا استاذ ايوه ابراهيم، فندم، ايوه فندم، يعني المترو يعني العشر محطات المترو بياخدها في ربع ساعه. ايوه يا ابو حير بيها. المترو بياخدها يعني العشر او ثمان محطات المترو هياخدها في 10 في ربع ساعه. ثمان محطات دول يعني 10 كيلو، ما فيش مواصله تمشي في الدنيا عندنا في مصر 10 كيلو في وسط البلد تمشي في ربع ساعه. فهو مين ده اللي هيعلن؟ فاهم وهو عشان ربع ساعه في ايد الراكب، نعم، لان هو هياخدها هيحطها في المكنه وهو خارج هيفقدها خلاص انتهت، زي كل حته في العالم. ايوه العالم كله ما حدش بيعلن على التذكره، الناس بتعلن على التذكره في القطر، في القطر اللي هو ده فكره الاعلان. طب انا ممكن اعلن على التذكره في ايه بقى؟ وده السؤال اللي حضرتك اللي انت حضرتك ما قلتلهوليش بقى. ممكن اعلن على ايه في المترو؟ على الاشتراك، على كارت الاشتراك. قاعد معايا. ده قاعد معاك، ده قاعد معاك 3 شهور، والاعلان على 3 شهور هيبقى اعلى من الاعلان على شهر. ده اللي احنا هنبتدي فيه، بس احنا عندنا نسبه الاشتراك ضعيفه جدا كان. ده الكلام اللي بقالي 7 شهور بقول للناس، يا جماعه ارجوكم اعملوا اشتراكات، احنا هنعمل زون. وللاسف احنا القرار على فكره يا ابراهيم بيكن، عشان كنت قلت لحضرتك قبل كده، كان المفروض نزوده في 1/2 1 فبراير، واحنا اجلنا القرار نتيجه ان الطلبه، مع جزء كبير جدا من الطلبه ما عملوش اشتراك. عارف ليه الناس ما عملش اشتراك يا ابراهيم؟ عارف ليه يا استاذ؟ ليه؟ ده سؤال انا على الرغم ان انا بقولها من 7 شهور. نعم. هي كانت تذكره متدنيه جدا. ليه هيتعب نفسه ويقف في طابور عشان يشترك يعني؟ التذكره يعني زي ما حضرتك قلت 60 جنيه، واذا كان خد مواصله موازيه بعد ما بينزل من المحطه بيدفع فيها 5 جنيه او اكتر من كده. فكانت ان التذكره بالنسبه له متدنيه، يعني كانت هي ارخص مواصله وراجع يكسل، عنها هيقول لك اعمل اشتراك يكسل، ما هو الاثنين دول ما لهمش لازمه اصلا. بالظبط، ما كانش ليها يعني، عشان كده ما كانش مرهق. انما على الطالب بقى، لو اللي مش هيعمل اشتراك هتبقى طبعا غالي عليه جدا وغالي على الاسره. اللي انا ممكن يكون اب عندي 3 في المدرسه، نعم، بيروحوا المدارس كل يوم او بيروحوا الجامعه، لا مش معقول هيدفعوا 5 جنيه بقى المره دي. لا، ما الطلبه والاحتياجات الخاصه والكبار، لا انت حضرتك يعني احنا دول مش هيتمسوا، بس لازم يعملوا اشتراك يعمل عشان اشتراك. ما يتمسوش. اي يعمل اشتراك يعني. الطالب بيعمل اشتراك، كبار السن والمعاشات وذوي الاحتياجات الخاصه. نعم. فحته الاعلان دي مهمه قوي. طيب الحاجه الثانيه اللي انا بحب برضه الفت النظر اليها، مواضيع الاعلانات. على فكره احنا بفضل ربنا في السنه والثلاث شهور، يعني من اول 2017 كده حصل عندنا بومنج في الاعلانات. احنا عملنا مجهود جامد جدا في الاعلانات، ومع الظروف الاقتصاديه اللي اتحسنت في البلد، فالحمد لله ابتدى الناس المعلنين يجوا، بس ما بيجوش على الخط الاول اللي هو اكبر خط عندنا، لان الخط الاولاني كله سطحي. معرفش يعني، الخط كان التركيز كله في الاعلانات على المحطات النفقيه فقط لا غير، انما المحطات السطحيه يعني الاقبال عليها ضعيف جدا. وحضرتك شوف يعني في فرق كبير جدا ما بين المحطات النفقيه والمحطات السطحيه. نعم. دي حاجه. فالنهارده في تصميم الخط الثالث احنا بنراعي قوي 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 في المشاريع الجديده مواضيع الاعلانات دي. ولو في حته فيها مول او فيها يعني شغل بنسميه ريتيل او اقساط جانبي من المبيعات والكلام ده، بنراعي في التصميم الحركه بتاعت الراكب اللي بنسميها سيركوليشن الحركه، بحيث ان هو وهو بياخد التذكره يبقى في طريقه ماشي يعدي طريقه على الاماكن اللي فيها شغل المحلات او الاكشاك او بالظبط او المول، عشان يتفرج ويبقى تجيب يعني دخل اللي هيأجر المول ده، بحيث ان احنا نستفيد احنا كوزاره النقل من الريع بتاعه. وده رعيناها جدا كويس جدا في الخط الثالث دلوقتي اللي بيتنفذ حاليا.
فاقصده احنا على الرغم كده حصل عندنا طفره، احنا كنا بنحقق 30 مليون في ال وصل 100 تقريبا و50 او 160 مليون اللي هي نتاج سنه ونص او نتاج 30 تقريبا يعني. يعني تقريبا السنه زودناها السنه اللي فاتت لوحدها حوالي 110 في موضوع الاعلانات، وده كويسه جدا ودي اقصى حاجه قدرنا نجيبها. بس ايه 110 مليون يعني؟ ايه 110 مليون في مترو بيخسر 618 مليون؟ لا وبيشيل كام راكب يعني؟ عدد الركاب هائل جدا، مغري ان انا مغري لاي اعلام، بس مغري للمعلن، مغري طبعا بس هو بس المهم الاعلان لازم يفكر يتعامل ازاي. احنا دلوقتي غيرنا القانون بتاع قانون هيئه الانفاق، والحمد لله اتوافق عليه من مجلس النواب من حوالي اسبوعين، دي بتسمح بدخول القطاع الخاص، وهتسمح بدخول ان شاء الله الاستثمار بقى في المجال، يعني ممكن ان القطاع الخاص يشتغل معانا في الاوبريشن او في التشغيل، وده اللي احنا بندرسه في الخط الثالث اللي هو اما هيخلص يعني. هنا بقى هنخلي القطاع الخاص برضه يدينا افكاره بقى في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في عمل الاعلانات وعمل الكوميرشال بزنس. بس عايز اقول لك حاجه برضه يا استاذ ابراهيم، ان العالم كله ما بيجي يفكر في الاعلانات والاقتصاد الجانبي اللي هو بيجيب فلوس مفروض، بيفكر فيه امتى؟ لما يعمل نقطه تعادل ما بين مصروف المترو، مصروفات والايرادات مهمه جدا، وما بين الدخل اللي بيخش له من التذاكر. هو بيوصل لنقطه التعادل. ليه الكلام ده؟ لان الاعلان والشغل الاقتصادي الجانبي ده هو اللي المفروض يحقق له دخل، والمكسب هو اللي بيحقق له المكسب. فهو بيحقق نقطه التعادل على اساس ان الاقتصاد الجانبي غير مأمون. غير مأمون، يعني النهارده حصل انهيار في الاقتصاد، يبقى حصل الاعلام قل والاقتصاد الجانبي قل، ما يقدرش هو يعتمد عليه، ما يقدرش يعتمد عليه ان هو يحقق نقطه التعادل. يعني ما يبقاش ده الدخل بتاعي، انا بعتبره ادخله اضافي ان هو مكسبي يعني، انما ما اقدرش هو مكسبه انما ان هو بنسميه احنا اقتصاد متذبذب يعني. فالفكره ان احنا النهارده الحمد لله شغالين كويس قوي في الموضوع بتاع الاعلانات باقصى ما يمكننا، وان شاء الله هيزيد الكلام ده هو كله، بس لازم نحقق نقطه التعادل. بالاضافه ان المصيبه الكبرى اللي احنا عندنا خط زي الخط الاولاني ده محتاج تحديث انظمه بالكامل، هيكلفنا بالظبط 1400 مليون يورو او 1380 مليون يورو مش اما تتحسب داخل في 30 مليار تقريبا فعلا. تقريبا داخلين في 30 مليار. وده امتى يا فندم ناويين ان شاء الله؟ احنا هنمضي هنختلف، احنا ما انا ما عنديش يعني انت حضرتك اوعى تظن الزياده اللي احنا او المنظومه اللي احنا عدنا ادارتها ده هي هتجيب لنا ال 30 مليار يعني. هي هتجيب لنا في السنه ان شاء الله باذن الله حوالي من مليار لمليار و200 مليون. انما احنا هنحاول نجنب دايما كل سنه سنويا زي ما قلت لحضرتك جزء من هذا الفلوس لعمل التحديث للسداد بقى القرض اللي احنا هناخده عشان نحدث الخط الاولاني بالذات 30 مليار، وبعض الانظمه في الخط الثاني اللي ابتدت تتقادم، لان برضه الخط الثاني هيخش في 21 سنه عمره، يعني هو مفتوح سنه 96، كان المفروض نعمل برضه فيه حاجات كده من خمس ست سنين، ما عملناش فيه حاجه برضه نتيجه الظروف طبعا والضعف الايراد قوي. فهنبتدي نجنب بقى حسابات بالنسبه للتحديث الخط الاول والثاني عشان نسدد بيها القروض اللي احنا هناخدها عشان ندفع بيها مصاريف التحديث. معالي الوزير انا بشكر حضرتك جدا وعلى التوضيحات ديت، وللمره الثانيه والثالثه والرابعه المترو ملكنا وكل ما فوق الارض وتحت الارض ملك هذا الشعب، وعلينا ان احنا نحط ده دايما في كل حاله. ويعني على اي حال حاول البعض ان هو يعمل من الحدوته ديت شغلانه، انما الشعب اوعى والشعب اذكى والشعب يعني طول عمره عارف يقف ازاي. يعني ربنا يوفقك يا فندم دايما وبالتوفيق دايما يا فندم ان شاء الله. شكرا يا معالي الوزير. شكرا سيد وزير النقل على خلفيه.